دكتور احمد ثابت المحلل الفني لقناه الاهلي. ودكتور احمد كان ليه حاله كده رصد فيها عدد النقاط اللي فقدها النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه اللي كانت 13 نقطه وبمباراه النهارده بقت 15 نقطه. تمام. فالمسلسل ما زال مستمر يا دكتور احمد. الو الو. هيا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن علاء والكابتن احمد يا دكتور. والكابتن اسامه وكابتن اسامه وكابتن ناصر. الله يخليك، اهلا بيك النهارده على التعادل. ولكن يعني خلينا نقول ان الموسم ده كده بعنوان الفار شاهد ما شافش حاجه. ده انا بشوفه ان ده ابرز عنوان الموسم ده. يعني النهارده كملت كده بقت 15 نقطه النادي الاهلي فقدها هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه. صحيح. خلينا نبدا كده بس يعني مباراه مباراه وكابتن ناصر معانا. نبدا الاول بمباراه وادي دجله اللي هي ديت كانت انتهت بصفر صفر. الحكم كان احمد الغندور وحكم الفار حسام العزب. حسام عزب. دي كان فيها ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي لو نستعرضها. المفروض ان المباراه دي خلصت بالتعادل. لو كان تم احتساب فيها ضربه جزاء كان طبعا النادي الاهلي فقد فيها نقطتين لانه حصل على نقطه وكان المفروض النادي الاهلي يفوز بيها لو كانت ضربه الجزاء دي تم احتسابها. هنرصد الجدول الاول يا دكتور وبعدين هناخد الحالات كلها ورا بعض. دي اول مباراه. المباراه الثانيه مباراه البنك الاهلي كان حكم المباراه محمد سلامه وحكم الفار عمرو الشناوي. تم الغاء فيها هدف صحيح لايمن اشرف، ضربه جزاء صحيحه لمحمد مجدي قفشه لم تحتسب. كده نقطتين تانيين برضو فقدهم النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه. صح. المباراه الثالثه مباراه بيراميدز انتهت بالتعادل 0-0. كان حكم المباراه جهاد جريشه وحكم الفار كان طارق مجدي. تم الغاء فيها هدف صحيح للنادي الاهلي اللي هو هدف بواليا وضربه جزاء صحيحه لم تحتسب على صالح محمد شريف، وبالتالي كان يستحق النادي الاهلي نقطتين اخرين في هذه المباراه. صحيح. المباراه الرابعه مباراه غزل المحله اللي انتهت بهزيمه النادي الاهلي 1-0. كان حكم المباراه محمد معروف وحكم الفار كان كابتن سيد شعبان. كان هناك ضربه جزاء صحيحه محمد هاني الاهلي في نهايه الشوط الاول وكارت احمر لمدافع المحله في بدايه الشوط الثاني، وبالتالي انت لما يتحسب لك ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول يعني المباراه كان هيبقى تعادل وتاخد كارت احمر مع بدايه الشوط الثاني بالتالي المباراه كان هتتفتح اكثر وبالتالي النادي الاهلي كان لا يستحق الهزيمه في هذه المباراه بسبب الاخطاء التحكيميه. لا وخلي بالك كمان، خلي بالك كمان المباراه ديت هدف المحله اللي جه من فاول غير صحيح. مظبوط. صح. اضافه لكلام يعني ان الهدف كان من فاول ايضا. اذا النادي الاهلي كان يستحق الثلاث نقاط في هذه المباراه. مظبوط. المباراه اللي بعد كده برضو مباراه الزمالك اللي انتهت بالتعادل 1-1. كان حكم المباراه امين عمر وحكم الفار محمود عاشور. كان هناك ضربه جزاء لرامي ربيعه لم يتم احتسابها وبالتالي ادي نقطتين كمان النادي الاهلي فقدهم بسبب الاخطاء التحكيميه. نيجي بعد كده لمباراه الاسماعيلي اللي هي انتهت بالاخيره اللي انتهت بالتعادل 1-1. كان حكم المباراه محمد الحنفي وحكم الفار كان محمود عاشور. كان هناك ضربه جزاء لصالح جونيور اجاييه لان الكوره كانت ما خرجتش من الملعب وكان باهر المحمدي دايس على قدم جونيور اجاييه وكانت ضربه جزاء صحيحه. صحيح. وبالتالي النادي الاهلي فقط نقطتين اخرين. المباراه بتاعت النهارده انا شفت تحليل كابتن ناصر انتهت بالتعادل 0-0. كان حكم المباراه ابراهيم نور الدين وحكم الفار محمود بسيوني. الغاء هدف صحيح للنادي الاهلي. الكره عدت خط المرمى وحضراتكم شفتوها ب 3D وكان هناك ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي لصالح جونيور اجاييه لم تحتسب وبالتالي فقد النادي الاهلي نقطتين. لما نجمع كل النقاط ديت هنلاقي ان هم 15 نقطه فقدهم النادي الاهلي هذا الموسم في وجود الفار. عشان كده بدات كلامي ان هذا الموسم الفار شاهد ما شافش حاجه. انا بصراحه عندي اعتراض على الفار. انت ليه عامل الفار وانت مش عامل خاصيه الجول لاين تكنولوجي؟ يبقى ايه لازمه الفار؟ ايه لازمه الفار وانت بترسم الخط بتاع التسلل؟ يعني يا جماعه يبقى نجيب اجهزه، يا اما يعني احنا لو عندنا الفار وهنعمله نطبقه يبقى نجي نكمل اجهزته، ما نعملوش برضه تبقى حاجه على الكيف. طالما الجول لاين تكنولوجي مش موجود يبقى ملوش لازمه. يعني احنا بنشوف في اوروبا الحكم بيبقى معاه ساعه، ده بساعه الساعة بتصفر ان الكرة عدت خط المرمى. مزبوط. لكن اللي بيحصل ده مش طبيعي يا جماعة. صدق الساعة دي لو معاهم مش هتشتغل برضه هنا؟
هيقول لك البطاريه عطلانه. اه والله البطاريه هتقف في هدف يعني كده. نشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد. طب خليك معانا يا دكتور، وهنستعرض بقى الحالات على الشاشه مع بعض. نبتدي يا كابتن ناصر بوادي دجله. تمام. احنا قلنا الاخطاء المؤثره التي تؤثر في نتائج المباراه اللي هي بيبقى في خطا تحكيمي والنادي الاهلي خسر بونتين او خسر 3 بونت. ماشي، نروح للحاله الاولى لو موجوده معانا. واحنا موجوده كابتن، اتفضل. حلنا لعب النادي الاهلي يخش بالكره هنا ستوب. حاله من الحالات الواضحه جدا جدا يا كابتن دي، مفيش فيها فصل بقى، يعني مفيش فيها تقدير. كابتن علاء، كابتن احمد، شد. احنا قلنا احيانا في العرقله او في المكاتفه ممكن نختلف 50-50. صح صح، لكن لما يكون هناك شد من الدراع، هنا الشد واضح جدا جدا جدا. تمام. الحكم يبعد بالظبط 8 ياردة او 7 ياردة. نجيب الحكم بتاع الكابتن وجيه احمد وتمركز السنه دي في الدوري النهارده. حكم الفار لما يشوف لعبه ما يستدعيش الحكم الملعب. دي برضو نفس القصه اللي احنا عايشينها دلوقتي. خلينا كابتن، خلينا نحكي في الحاله، خلينا نحكي الحال. هل في مخالفه؟ في مخالفه. هل في نقطتين راحوا؟ طبعا. ده السؤال يا كابتن، ده السؤال يا كابتن احمد. صحيح، في مخالفه؟ طبعا طبعا. طيب في نقطتين راحوا؟ طبعا. يبقى احنا ما نجيبش كلام من عندنا. صح. نجيب الحاله ثاني من فضلك لو سمحت. خدت الحاله قبل ما تعمل عليها الزوم، نشوف التمركز الحكم. ستوب. كابتن احمد كان هنا بعيد، كان يجب على الاقل يوصل لحد الخط منطقه الجزاء عشان يقدر يشوف التفاصيل. طيب شايفها برضه، بس زاويه الرؤيه واضحه جدا. قلنا ان هو كابتن قدرها ان مفيش مخالفه او ما شافهاش. فين الفار يا كابتن؟ ده اللي انا بسال فيه يا كابتن اسامه، ده بسال النقطه. ادي اول حاله. طيب فين تدخل الفار في هذه الحاله؟ حاله الشد الواضح اللي خلال المباراة انتهت بتعادل، وبالتالي هنا شايف ان ركلة جزاء لم تحتسب صحيحة 100% نتيجة الشد او المسك الواضح هنا من الايد اللي كانت حالة من الحالات السهلة اللي كان يجب تدخل الفار. دي حالة من مباراة، كانت مباراة في النادي الاهلي فقط فيها نقطتين يا كابتن. طيب خلينا نروح لماتش البنك الاهلي اللي بعده. بعد كده حالة ايضا داخل الصندوق، وهنا للاسف الفار لم يستدع الحكم. واحنا قلنا الحالات اللي انت كحكم احيانا ما بتشوفهاش يجب تدخل الفار، تكمل البروتوكول. ماشي. لان انت بتديني احيانا حالات بتدخل فيها الفار والحكم بيجي لا تستدعي انك انت تستدعي الحكم فيها. ايوه. هذه الحاله من الحالات ايضا اللي كان هناك تعادل. ايوه. والنادي الاهلي خسر نقطتين، وبالتالي انا عندي 4 نقاط. صحيح. في مباراتين. برضه الماتش البنك الاهلي ده كابتن كان في حاله ثانيه. هنروح لدكتور احمد ثابت. يا دكتور احمد، ماتش البنك الاهلي كان فيه هدف لايمن اشرف. هنجيب الهدف. اتفضل يا دكتور. كان فيه هدف لصالح ايمن اشرف، اللي هي بنشوفها عادي، احتكاك عادي في الملاعب الاوروبيه، اللي هي جابها براسه. ايوه. هيك دكتور هاي. تمام. دي اللي لغاها الفار. هو كابتن برضك احنا قلنا ايه؟ هو حسبها والفار هو اللي استدعاه. كابتن هو ايه الفايده؟ عندي خطا واثنين وثلاثه، النتيجه ايه؟ خسرنا نقطتين. خطا زي اثنين زي ثلاثه، ما انت خسرت البنطين. ايوه. بخطا، ما الخطا الواحد مؤثر. ايوه. احنا قلنا الخطا المؤثر اللي هو يؤثر في نتيجه المباراه، وان المباراه تطلع للاسف مش في صالح الفريق. صحيح. اللي هو بس احنا عايزين نوضح كمان يا كابتن ان في بعض المباريات كان في اكتر من خطا تحكيم. يلا خلينا نروح للمباراه اللي بعد كده. ماشي، نخش على بيراميدز. هنا حاله من الحالات ايضا يا كابتن، دي حاله واضحه جدا جدا. قد يفتقد الحكم التركيز واليقظه والتمركز. معاك، هرجع لجهاد. لا اديني اللقطه اللايف من فضلك لو سمحت. ماشي نمشي. ستوب. بعيد الكابتن جهاد على دائره المنتصف. احنا قلنا الحكم يجب ان يكون عنده توقع وقراءه. خلي بالك الكلام مش بنقوله من خلال الحالات عشان خاطر نعمل هجوم على الحكام، ولكن احنا ايضا بنخلي الحكم يبقى النهارده يبقى عنده القدره ازاي يطور من اداءه. كابتن ايمن في خلال هذه الحالات هنا جهاد عنده التوقع شويه مش موجود، ونشوف الكره لما تخش داخل الصندوق. ستوب. هنا جهاد للاسف مش موجود خالص يا كابتن. اذا هو ما عندوش التفاصيل، ما عندوش القرار. طب هل في مخالفه؟ نشوف هل في مخالفه ولا ما فيش. انا بحمل دي لمحمد شريف. شوف، مش بحملها اعترض يا نشوف ما فيش. بص نشوف. ده اعتراض.
مش اعتراض. تعالى هنا بقى ستوب. يعني انا يعني طبعا الفار غلطان طبعا والحكم غلطان، لكن انا كلاعب لازم انا اخد حقي يا جماعه. نقول ان لعيبه الاهلي طيبه بس خلاص، بس نقف 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 نقف. كره بنالتي واضحه 100، احنا شفناها في الماتش. خلينا بس نلاحظ التلامس من فضلك. 100% يا كابتن ناصر. طيب انا هنا اللاعب همشي في النجاح في لعب الكوره، اللاعب المدافع هنا ما عندوش القدره على اللعب وما عندوش التنافس، وبالتالي عامل يا كابتن هنا نشوف هنا القدم خد رجليه بالكوره والرجل اليمنى بتركل قبل لعب الكوره الرجل اليسرى لمحمد شريف، وبالتالي هنا جهاد يدى الركنيه على اساس ان اللاعب المدافع نجح في لعب الكوره. للاسف هو اللاعب المدافع لم ينجح في لعب الكوره، واللي نجح في لعب الكوره كان محمد شريف. طيب تعالى يا سيدي يلا على الفار من فضلك، هل هذه الحاله كابتن علاء مش ركله جزاء؟ انا بتكلم بس عشان ايه بشككم معايا، هذه الحاله دي ركله الجزاء واضحه طبعا، واضحه جدا 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 الفار طبعا. النتيجه كانت ايه يا كابتن؟ لم تحتسب في مباراه بيراميدز، وحصل فيها تعادل والنادي الاهلي خسر فيها فعلا نقطتين. احنا ماشيين مباراه عشان ما حدش يقول ان احنا بنجيب حاجات مش من عندنا. كابتن هذه الحاله النقطه المشتركه في كل الاخطاء ان لعبه زي دي واللي قبلها واللي بعدها حكم الفار ما بيستدعيش حكم الساحه علشان يشاركوا الراي حتى ويقول له ويوريه اللعبه عن قرب. دي دايما بتحصل كابتن اسامه. انا قلت ليه السبب؟ لان احنا قلنا في اختيار حكم الفار لابد ان يكون عنده القدره الشخصيه التحكيميه تكون موجوده، عنده الخبرات تكون موجوده، عنده القدره على تفسير القانون. تفسير القانون مش اي حد يقرا القانون كابتن ويطبقه، ما انا ممكن افهم القانون قوي ولكن في التطبيق عندي مشكله في تطبيق القانون. هنا كان في استعجال في اختيار حكام الفار. يلا خلينا نروح ليه هنا. طبعا ركله الجزاء هنا واضحه جدا جدا، الفار لم يتدخل، وبالتالي هنا فقد النادي الاهلي نقطتين كانوا في هذه المباراه. نمر ونروح للحاله المباراه اللي بعد كده. ده كان في جول بتاع بواليا كان. ما هو ده بواليا ده الجول هنا في نفس المباراه جهاد هو مصفر. طيب هو هنا انا بسال سؤال يا كابتن، حتى لو انت جهاد عندك التفاصيل المهمه ان هنا في مخالفه، احنا قلنا البروتوكول بيسمح باستمرار اللعب، يعني ايه؟ خلي اللعبه تواصل تكمل بما الفار يجيبك. ايوه وانت تشوف ان هنا المخالفه لا توجد مخالفه، وبالتالي هنا ايه؟ يبقى على الاقل لما يجي هدف الكابتن اسامه يبقى على الاقل انك انت اتاكدت من احتسابه. أيوة. لكن لما انت بتصفر بتقتل اللعبه وبالتالي هي تبقى فيه مخالفه. دكتور احمد بعد اذنك كابتن ناصر، دكتور احمد برضو الكوره دي ما فيهاش اي تلامس من بواليا لشريف اكرام، وكان حكم الفار يعني لو ركزنا مع الاسماء كمان هتلاقي حكم الفار طارق مجدي محمود عاشور هم دايما اللي بيلغوا الاهداف، معرفش ليه. يعني نركز مع الاسماء تحديدا طارق مجدي، وطارق مجدي برضو موجود على فكره نادي الزمالك برضو اتحسب ليه 13 نقطه هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه اغلبهم برضو من الحكم طارق مجدي، لكن الهدف اللي قدامنا ده بصراحه هدف صحيح طبعا ما فيهوش اي حاجه. مظبوط تمام اتفضل يا كابتن. خلينا نروح للمباراه اللي بعد كده كابتن اسامه. المحله بعد كده المحله ركله جزاء محمد هاني. طيب نفس ماتش المحله والنادي الاهلي وكان الحكم الدولي محمد معروف. طيب هرجع لللايف بعد اذنك من فضلك لو سمحت. ستوب هرجع تاني هرجع تاني. يلا خلينا نمر ونشوف نمشي. وصول متاخر للحكم الدولي محمد معروف لم يكتشف التفاصيل، وقلنا الحكم الشاطر يا كابتن ايمن هو الذي يبحث عن التفاصيل صحيح الدقيقة، وقلنا ما عندكش مشكلة يا سيدي انت ما شفتش نتيجة التمركز ونتيجة عدم التوقع وقراءة اللعب، عندنا الفار في هذه الحالة. هنا انا قلت نشوف هنا محمد هاني نروح الفخذ والركبة اعاقة واضحة جدا جدا جدا، الاعاقة بالركبة وبالفخذ، وشايف ان هنا ركلة جزاء. هنا الاعاقة موجودة كابتن هنا بالركبة، وهنا كان يجب على الفار. هذه حالة من الحالات المهمة جدا جدا على فكرة صح، ان حكم الفار في هذه المباراة تم ايقافه. ولكن السؤال الاهلي استفاد ايه؟ السؤال هو حضرتك لما توقف الحكم طب الفريق خسر ثلاث نقط او نقطتين صحيح، وبعدين ما هو بيرجع يلعب تاني. لا المفترض يا كابتن احنا بنقول في البداية كان يجب اختيار الحكام. تاني بقول بما اللجنة اللي موجودة عندها الاوبشن مش كتير، لان الحكام الفار خلاص
اللي انت اللي بتلعب بيهم. هنا ركله جزاء لم تحتسب لي محمد هاني في هذه المباراه. في نفس المباراه دي يا كابتن بعد اذنك كان في حاله طرد لمحمد فتح الله مدافع المحله الفرصه المحققه. تعال نروح للحاله اللي جايه. زي ما قلت هنا انا مش بقول كلام من عندي ولكن انا بتكلم على صوره. هي دي حاله الطرد. هنا باص معمول في بدايه الشوط الثاني دي. هرجع هنا. اولا محمد شريف تمركزه سليم، لا يوجد تسلل يا كابتن. نمشي بالكره وهقول لك امتى تقف عشان نحكي في حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن ايمن. هنا ستوب، ارجع تاني. السؤال هنا للكل، لحضراتكم اللي موجودين، ان لم ترتكب هذه المخالفه يا كابتن احمد، ان لم ترتكب هذه المخالفه محمد شريف عنده القدره يروح انفراد ولا لا؟ طبعا سؤال، عنده القدره يروح. طب هتكلم في معايير تانية. احنا قلنا الفرصه المحققه ومعاييرها يا كابتن اسامه، معلش اسمح لي بس انا هتكلم في النقطه دي مهمه جدا. اتفضل. ودي بنحفظها دايما للحكام يا كابتن احمد، عشان تقول في فرصه محققه وبطاقه حمراء لابد يبقى عندك اربع معايير. نمره واحد، نتكلم على المسافه ما بين المخالفه والمرمى. المسافه تسمح تماما لان المسافه قريبه. المسافه قريبه. العنصر الثاني وهو الاتجاه العام للعب، هل الاتجاه العام ناحيه النادي الاهلي ولا ناحيه غزل المحله؟ الاتجاه العام للعب هو ناحيه مرمى غزل المحله، ادي عنصر اثنين. نمره ثلاثه، بنتكلم في السيطره وتمركز المدافعين. تعالى من تمركز المدافعين، هو اخر مدافع كان فين يا كابتن هنا؟ كان بعيد. صحيح. اذا محمد شريف لو استحوذ وسيطر هيروح، يبقى هذا المدافع ده مش هيلحق يروح له. مظبوط. وبالتالي كان رايح انفرد كده. هذه الحاله برضك انا يعني انا قلت الله، يعني احنا حكامنا شاطرين في اللعبه دي قوي. طيب الحكم لم يعني يستطيع التاكد. صحيح. من ان هنا في بطاقه حمراء ولا لا؟ فين الفار؟ موجود كمان. بص فين الفار؟ اولا اللعبه الحكم هنا على دايره نص الملعب. نرجع للفار برضه، يبقى المشكله فين الفار؟ صح يا كابتن بلال، ده ماتش خسرك 3-1. طبعا ماتش المحله. وحاجات مؤثره جدا وسهله جدا على الحكم. بلالتي وجول ما يتحسبش الناحيه الثانيه. كابتن انا بسال سؤال من فضلك، يعني طب انت فاول بتاع الجول مش فاول يعني؟ كابتن من فضلك لو سمحت ملخص الفار. انا كحكم ممكن في الملعب عندي اللوكيشن اختلف، قلت اختلف ان اللاعب ده المدافع ده كان ممكن يلحق او اللاعب ده كان ممكن مش عارف ايه، حاجات كتير. طب فين الفار؟ بوقت اللي بره. فين حضرتك؟ فين يا سيدي؟ فين الحاله دي؟ ده انت لم تستدعي الحكم في ركله الجزاء محمد هاني، ما راحش شافها، ولم تستدعي الحكم في هذه اللقطه اللي هي ايه؟ كانت تقريبا في الدقيقه 46 من الشوط الثاني، يعني لسه في اول الشوط الثاني. لما نقول بطاقه حمراء الفريق ينقص ويلعب 10، لما ركله جزاء لم تحتسب وضربه جزاء. يعني طبعا هنا كل دي يا كابتن اسامه حاجات اثرت على نتيجه المباراه. بالظبط. في 3 بونت بيضيعوا، وهو خلي بالك في حاجه عندي. طب انت عايز ايه تاني؟ مش دفاعا عن لاعبي النادي الاهلي كابتن احمد. لاعبي النادي الاهلي برضك هم يعني ايه ما بيعترضوش. ما انا لسه بنتكلم. يعني 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 ايه احيانا احنا بنشوف. بص يا كابتن، بص يا كابتن، انت لازم تجبر في اللقطه دي بالذات. في اللقطه دي بالذات والكادر مش موجود بره برضه. هقول لك الجهاز الفني وموسيماني وسيد عبد الحفيظ يعني كتير لمحمد معروف عشان يروح يشوف اللقطه في الفار. وهو في تعليمات من وجيه احمد للنادي الاهلي. اللعب كله يا كابتن، بص لو انا احط لك حكم ضعيف في الميدان احط لك حكم قوي في الفار عشان يبدا يشتغل. نفس الكلام ممكن اعملها العكس كابتن اسامه. كل العاب لحضرتك عرضتها دلوقتي. لما يكون كابتن الفار ما بيسالش الحكم، لما يكون حكم دولي كابتن، خلي بالك انا حكم دولي حتى انا بخاف على اسمي كابتن احمد. صحيح. حكم النهارده مصنف في الكاف، مصنف في الاتحاد الدولي. المفروض تلعب لنفسك، تلعب لاسمك. انا بتكلم كحكم، عندك الكونسيدريشن، عندك الثقافه، عندك القانون، عندك التطبيق. زي ما قلت انت حتى كحكم دولي في لعبه ديت الفار لم يستدعيك. عارف كابتن علاء البروتوكول بيقول ايه؟ انا بطلب من الفار من فضلك اللعبه دي يا ريت تقول لي فيها فرصه واضحه ولا لا. انا كحكم ما عندكش مشكله، انما الفار لم يستدعي الحكم. كوره النهارده لم يستدعي الحكم والحكم ما طلبش بطاقة حمراء نتيجة الفرصة المحققة، والمعايير موجودة في هذه الحالة تماما 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 دون المجاملة ودون كلام مش مظبوط. بنتكلم طبقا للقانون وطبقا للتطبيق القانوني. هذا ماتش غزل المحلة، النادي خسر فيه 3 بونت كابتن علاء. خلينا نروح للمباراة اللي بعد كده. ماتش الزمالك كابتن. ركلة جزاء. حقيقة للأسف الشديد هي يمكن المخرج هنا في المباراة. هتيجي من زاوية في المباراة كابتن ما عادش اللعبه دي. بص في وقتها من الزاويه دي بقى يا كابتن، بص الزاويه هنا رامي ربيعه هناك
على البعيده بص القدم على القدم تمام رامي ربيعه هناك القدم على القدم يا كابتن هو هنا هنا يا كابتن هنا في اللقطه دي في نفس اللقطه هو لم يعني بص يا كابتن يرجع اللعبه او نشوفها بص صح كابتن ولكن هنا شايف ان القدم على القدم فوت اون فوت مظبوط هنا كان يجب تدخل الفار وزي ما قلت انت اللي شايف الحكم برضك هيبقى عنده صعب ان هو يكشف التفاصيل هو احنا بسال سؤال يا كابتن هو احنا عملنا تقنيه الفار ليه عشان تحقيق العداله التحكيميه وتقليل الاخطاء اللي موجوده داخل ميدان اللعب للاسف الشديد انا شايف ان زي ما قلت لما يكون ما عنديش تقنيه خط المرمى اللي هو الجول لاين تكنولوجي لما يكونش عندي الكاميرات اللي موجوده تغطي لي خط المرمى هنا وهنا لما ما يكونش عندي حكام ذات خبره على الفار ما كان يجب ان احنا نستعجل فيه ان احنا نبدا الكلام ده انا مش قلته النهارده انا هذا الكلام قلته اكتر من خبير تحكيمي قاله ان احنا استعجلنا في تطبيق تقنيه الفيديو لان للاسف الشديد النهارده انت بتتحمل مخاطر هذه التقنيه في هذه الحالات التحكيميه صحيح خلي بالك ده كابتن ماتش مع المنافس مباشره اللي هو بينافسنا او احنا بننافسه على البطوله من بدايه الدوري حتى الان ماتش انتهى بالتعادل برضه يعني وده انتهى بالتعادل يعني بالزبط. يعني خلي بالك يا كابتن الماتش ده بثلاث نقط تمام احنا خسرنا نقطتين والمنافس كمان خد نقطه بالظبط احنا قلنا كابتن الاخطاء التي تؤثر هي الذي النادي بيفقد فيها نقاط وحظ التحكيم لما يبقى حلو خلي بالك ما في ماتشات كتير النادي الاهلي كسب ايوه كان في اخطاء تحكيميه ايوه مش بنجيبها ايوه احنا لو هنجيب الاخطاء التحكيميه النادي الاهلي كسب فيها مش هنجيبها صحيح. لان هي لم تؤثر يعني ولكن الاخطاء التحكيميه التي تؤثر هذه الاخطاء التي بنحكي ده بقول لك يا كابتن رجل وايد يعني كابتن علاء كمان خد باله من حاجه كويسه جدا رجل وايد يعني واضحه جدا شايف الرجل تحت تمام واليد فوق في الدراع هي الرجل يا كابتن كفيله انك انت وانت بتجري اي حد بيدوس على القدم اللاعب يختل توازنه وما بيقدرش يكمل بالسرعه خلينا نروح للمباراه اللي بعد كده ماتش الاسماعيلي إيه الحاله دي يمكن انا حللتها وقلت ان التصوير ما كانش واضح وهل الكره عبرت خط المرمى اثناء ارتكاب المخالفه ولا لا وقلت ان هنا الصوره لم توضح خلينا نتكلم بامانه لو هنقف ارتكاب المخالفه واديني زاويه تقول الكره موجوده او مش موجوده هنا من هنا نقدر ها نمشي تاني ستوب نمشي هنا الكره لم تعبر خط المرمى حد يقول لي بس انت قلت ان ممكن اللعب يستمر هقول لك نمره واحد انا قلت ايه بالظبط في الحلقه اللي فاتت قلت اننا هل الكره عبرت خط المرمى لان الكره لما بتعبر خط المرمى هنا في حاجه اسمها شروط احتساب المخالفه يا كابتن علاء ان الكره تكون موجوده داخل الملعب وقلت لو الكره خرجت اثناء المخالفه ما يجب الحكم احتساب المخالفه بالظبط في هذه الحاله انا اتكلمت فيها في المباراه دكتور احمد اللي اعتقد ان الكره دي واضحه جدا انها لصالح جونيور اجايه وضربه جزاء لم تحتسب برضه ما خرجتش كمان يعني احنا ما اتاكدنا يا احمد ان الكره ما خرجتش خلاص احنا اتاكدنا وفيها يعني استخدام قدم القدم بتاعه باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي دايس على جونيور اجايه فدي يعني دي ضربه جزاء كمان كان الحكم الفار محمود عاشور يعني محمود عاشور كان موجود حكم فار في مباراه الزمالك اللي كان فيها ضربه جزاء رامي ربيعه وكان موجود حكم فار في مباراه الاسماعيلي اللي انتهت بالتعادل فيها ضربه جزاء لجونيور اجايه صحيح وبالتالي يعني انت كده لما نحسبهم كلهم على بعض هتلاقي 15 نقطه طبعا بمباراه النهارده كمان طلائع الجيش يعني الغاء هدف وضربه جزاء لما نعدهم على بعض هنلاقيهم 15 نقطه فقدهم النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه وده احنا مش بنبرر يعني ان احنا بعدنا عن الدوري بالاخطاء لا ده للتوصيف انت بتوثق حاجات حصلت صحيح فعلا وده سبب من الاسباب الاساسيه ان انت تبعد عن بطوله الدوري ده غير كمان ان الخصم يكون يعني فرق باربع نقط صحيح ده غير كمان ان الخصم استفاد في بعض المباريات بكمان كم نقطه 13 نقطه وكمان تمام في حالات تانية معانا الحالتين بقى اللي احنا قلنا عليهم النهارده بتوع طيب. طلع الجيش بس انا عايز اسال حاجه سؤال يا كابتن في الكوره دي تمام هل الكوره بتاعت جونيور اجايه دي بالظبط الفار بره ما يقدرش يجيبها من كذا زاويه كابتن هدي المشكله بص كابتن ايمن انا قلت ايه ما عندكش القدره انك انت تطبق تقنيه الفار من فضلك ما تستعجلش احنا اتكلمنا في يا كابتن احمد ممكن ست كاميرات في ميدان اللعب يغطوا الحالات التحكيميه ده السؤال في البدايه ناصر والله كل الحاجات بتقوله ده وكل حاجه اوكي مش محتاجين حته تقنيه الفار احنا محتاجين حكم قاعد بره على الفار
عنده ضمير. طب بعد اذن كابتن اسامه بس كابتن اسامه بعد اذنك لما في كم نشكر الدكتور احمد. دكتور احمد نشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. طيب نورتنا للي عملوا الفار معانا. ان ديت النقاط اللي النادي الاهلي فقدها بسبب الاخطاء التحكيميه، لكن كان في اخطاء ثانيه تحكيميه ضد النادي الاهلي، بس الاهلي كسب الماتشات دي. النادي أيوة الاهلي السنه دي ليه 11 ضربه جزاء صحيحه لم يتم احتسابها في وجود الفار، والنهارده الهدف السابع الصحيح اللي ما اتحسبش للنادي الاهلي صحيح. في وجود الفار. صحيح. فربنا يسهل كده، ونتمنى ان الموسم الجاي يتم معالجه ده، لان احنا مش هنستحمل اخطاء تحكيميه تاني بالشكل ده. صحيح. شكرا جزيلا دكتور، الف شكر.